بون بالنسبه لنا حنا وباعتباري امثل جمعيه التحدي للمساواه والمواطنه، وكنا درنا السنه اللي مضات حمله اللي علاش قدر، باعتبار ان بما اننا كنتعاونوا على الزمان فخصنا نتعاونوا علاش قدر، واش قدر ماشي حقره. اللي كيتبين هو ان، وبصح هذا سؤال كيطرح، واش المشكل في الشقه ولا المشكل في العقليه اللي مسيطره علينا، اللي كنعتبروا ان هذاك الاعمال هي اعمال انثويه بامتياز، واللي نتجات على تربيه يعني. وبالتالي انا الاول لان كيشتغلوا في ليطاش ميناجير داخل الفنادق داخل المقاهي داخل المطاعم، ولكن في وهم اساسا برجولته، واللي خصنا ماشي فقط غير نتقاسموها، خصنا نتملكوا الوعي التعاون دائما. بغينا نربي وليداتنا على قيم إنسانية، من بينها التضامن، من بينها التعاون، من بينها التكافل الأسري، فبالضرورة نعطوهم المثال ونتعاونوا علاش قدر. هاد المقاومة الثقافية اللي تكلمتي عليها، هاد المقاومة الثقافية سيدة سعاد الطوسي، ما كايناش فقط في أوساط الرجال، يعني كاين أيضا عند النساء، وتغديها النساء، تغديها الأمهات، تغديها الزوجات أيضا. لا أختلف بتاتا في الأمر، وحنا الحملة من وجهناها وجهناها للنساء والرجال، لأن ترسخ في دماغنا أن المرأة عندها فقط أو لا، الوجود المرأة هو مرتبط بمهمات معينة، قادة باخرة أو قادة طائرة كتبقى دائما في العودة إلى المنزل هي اللي مسؤولة على تربية الأبناء ومسؤولة على الشغل ديال الدار بدعوى أنها هي المرأة. هاد العقلية، لأن وببساطة العقلية الذكورية لا يحملها الرجل فقط، تحملها كذلك المرأة. نعم. لذلك في التوعية لهم بزوج، على اعتبار أن تعامل معيب، اللي عيب هو أن نساهم في الظلم ونساهم في التهميش، لأنه هو نوع من التهميش. نعم. ونوع سأعود إليك تحقير أنها ما تطلق الوعي.